أولا نهني أنفسنا بنجاح هذا اليوم الدراسي حول كتاب البرهان لأبي نصر الفارابي الذي كان لي الشرف إعادة تحقيقه. وبهذه المناسبة أكرر وأجدد شكري وتقديري للسيد رئيس جامعة الملك إسماعيل على دعمه لهذا المشروع، وأشكر كذلك رئيس هذه المؤسسة الأستاذ الدكتور محمد أمين على ما قدمه لهذا لإنجاح هذا اليوم، كما أشكر كل الذين ساهموا فيه من أساتذة ومن طلبة ومدعوين على عملهم وعلى مجهودهم في إضاءة بعض جوانب هذا الكتاب. ولا تفوتني هذه الفرصة لكي أجدد شكري إلى الخلية، خلية الاتصال والإعلام التي يرأسها الشخص المقتدر أحمد بولبول وفريقه على هذا العمل الجيد والمنظم والذي يستحق التنويه. فلولاهم ولولا عملهم الدؤوب لما وصلنا إلى هذه النتيجة الطيبة التي يشهد بها الجميع اليوم، فهنيئا لنا جميعا وشكرا. كنت سعيدا باسم مركز الدراسات الرشدية أن أشارك المدرسة العليا للأساتذة بجامعة الملك إسماعيل بمكناس، أن أشارك في هذا اللقاء العلمي لهذا اليوم الذي جمع ثلة فريدة من الباحثين المتميزين في مجال الفلسفة الإسلامية لمدرسة كتاب الذي أصدره الأستاذ دكتور محمد قشقش، وهو تحقيق كتاب البرهان لأبي نصر الفارابي. ويعتبر هذا اللقاء ثمرة تعاون وشراكة بين المدرسة العليا للأساتذة ومركز الدراسات الرشدية، وهو تعاون يبين مدى الحاجة إلى يعني ربط أواصر التعاون العلمي بين مختلف المؤسسات العلمية من أجل دعم الجامعة ودعم يعني تكوين الطالبات والطلبة داخل هذه المؤسسات العتيدة. لذلك فإن هذه الندوة هي في الحقيقة عمل مشترك بين الجامعة من جهة وبين مركز الدراسات الرشدية، ولكن من أجل طلبة الجامعة وطلبة المؤسسة ومن أجل دعم أواصر التعاون في المستقبل بين كل هذه يعني الروافد المختلفة من أجل الرقي بالبحث العلمي وبالتدريس داخل الجامعة المغربية. إذن يندرج هذا العمل المشترك اليوم بين مركز الدراسات الرشدية وجامعة الملك إسماعيل ممثلة في المدرسة العليا للأساتذة، يندرج ضمن أفق العمل المشترك بين مركز الدراسات الرشدية ومجموعة من المؤسسات الجامعية التي يعني كانت ممثلة ولا تزال أصبحت ممثلة داخل مركز الدراسات الرشدية، سواء بجامعة يعني الرباط أو القنيطرة أو مراكش. ولذلك نحن سوف نعمل على مزيد من إشعاع يعني أنشطة التعاون بين هذه المؤسسات يعني الجامعية والعلمية على المستوى الوطني، حتى لا تظل مقتصرة على العمل الداخلي داخل المؤسسات الأصلية فاس ومكناس. وشكرا لكم جميعا. مساء النور. لقاءنا اليوم كان مناسب للاحتفاء وتتمين المنجز اللي هو عبارة عن تحقيق جديد لكتاب البرهان الفارابي أصدر الأستاذ اسمه قشقش أستاذ المدرسة العليا للأساتذة بجامعة الملك إسماعيل بمكناس. هذا اللقاء هو مناسبة للتداول في التراث المنطقي الغني الذي خلفه المعلم الثاني
ابو نصر الفارابي. بلاتي الوقوف عن مدى اهميه هذا الاسهام وربطه بسوابق السوابق التراث المنطقي للفارابي ومنطقه، الوقوف عن قيمه هذا العمل، هذا التحقيق الجديد الذي اعتمد مخطوطتين جديدتين، اجتهد الأستاذ المحقق في جلبهما من طهران وإسطنبول مقارنة بالتحقيق المتداول الذي أصدره مجد فخري ضمن مجموع منطق الفارابي والذي اعتمد فقط على ثلاث مخطوطات، وهذا الأمر ما لا يمكنه إلا أن يكون إضافة نوعية وكمية في المكتبة الفلسفية المنطقية العربية. شكرا لك. حول نص أنا جد سعيد بالمشاركة في هذا اليوم الحاصل الذي خصص لهذا النص، وقد ساهمت في هذا اليوم الدراسي بمداخلة تحمل عنوان أصناف الأقاويل القرآنية عن أبي نصر الفارابي، وهي مرادفة أيضا لمفهوم العلم عند الفارابي. خلال ثلاث أصناف للقول القرآني، سواء كان برهان الوجود أو برهان السبب أو برهان المطلق، وأشرت أيضا إلى طبيعة العلاقة بين هذه الأقاويل وإلى الأغراض المعرفية التي يحققها كل صنف على غيره، وختمت مداخلتي بدور مبلغ المقولات في تأسيس نظرية القرآن وغيرها من النظريات المنطقية، النظرية الحد والنظرية العين، وكانت المناقشة قيمة استفاد من الطلبة والأساتذة والمشاركين فيها. شكرا.